في المجموعة. يعني هيشتغل ايه؟ مفيش ولا إدارة من الإدارات ولا مصنع من المصانع يمسكهم؟ ما ده اللي أنا بسألهولك، إدارة ايه؟ ده برضه اسم كلام، يعني أنت كل حاجة في إيدك ومش قادر تعمل ده؟ أنا بس عايزة بابا يشتغل معاك عشان يساعدك ويقف جنبك، أوعى تكون فاكر إن هو ناقص شغل يعني. لا طبعًا أنا عارف إن ممكن مش ناقص شغل. مش بس كده، ده بيتعرض عليه مناصب كتيرة أوي أوي وهو اللي بيرفض. ماشي يا باكي، إديني بس فرصة أدرس الوضع وأشوف المجموعة وإن شاء الله هلاقي وظيفة تناسب عمري. ماجد، أنا مش عايزة أفتح معاك الموضوع ده تاني لو سمحت. ماجد، قلنا خلاص بقى. أوكي، أنا هقول لبابا إن أنت اللي طلبت مني إن هو يشتغل معاك، مش هقوله خالص إن أنا طلبت منك حاجة زي كده. أنت عارف بابا عنده كرامة وكرامته فوق كل شيء. ماشي، قولي له كده يا حبيبتي. ميرسي يا حياتي. عفوا يا قلبي. عشان كده انا قلت نتقابل بره المجموعه احسن، اهو نبقى راحتنا في الكلام عن الترتيبات المفروض تتعمل بعد غياب الحاج. انا مش عارف هنتصرف ازاي، كل حاجه كده ممكن تقع بسبب غياب الحاج. ابدا، لو حضرتك سمعتني ورتبنا امورنا كويس مش هيبقى فيه عطله من اي نوع. ازاي يعني؟ ده بابا رئيس مجلس الاداره. مفيش مشاكل، ما حضرتك وماجد بيه ومديحه هانم اعضاء في مجلس الاداره عادي، ولو حتى ما كنتوش بتحضروا الاجتماع الحاج كل اخر سنه بياخد توقعاتكم كده. بقى يا باشا الامور ماشيه بشكل قانوني. يعني ايه بشكل قانوني؟ احنا اول اجراء هنعمله هنستخرج الشهادات المرضيه اللي تثبت حاله الحاج الصحيه الحرجه، بعدها على طول هنعمل اجتماع مجلس اداره للتصويت على نقل صلاحيات الحاج لاي حد من ولاده اللي هم في نفس الوقت اعضاء مجلس اداره المجموعه. ايوه بس كده مش ممكن حد يعترض؟ الوحيدين اللي ممكن يعترضوا صبري وسليم وعطله، لكن بقى سيب لنا احنا الموضوع ده. هتعملوا ايه؟ هأمن بقية أعضاء مجلس الإدارة وأخليهم يوافقوا على نقل صلاحيات الحاج ليك أو لماجد بيه، ولازم يبقوا عارفين زي ما هم ليهم ناس في المجموعة أنا كمان ليا ناس، ومفيش واحد فيهم هيقدر يفتح بقه في الاجتماع، علشان في الأول وفي الآخر أنتوا ولاد الحاج، واللي أكتر من كده إنك أنتوا تركزوا معايا أنا هخطط لكم لمسار الاجتماع وعايزه يتنفذ بكل حذافيره. المفروض إن قطع الغيار المستعملة تكون في عهدتك، لكن إحنا ما لقيناهاش في المخازن كلها. ده تفسره بإيه؟ تقدر تقول لي راحت فين؟ يا باشا إحنا بنكهن الحاجات اللي ملهاش لازمة أول بأول، وبعدين بنجمعهم علشان نبيعهم لط خاطة. ومين بقى اللي بيحدد إنها ملهاش لازمة؟ اللي بيحدد الكلام ده المهندسين والفنيين. طب ركز معايا، آخر مزاد بعته في الخردة دي كان إمتى؟ آخر مزاد كان من شهرين ومكتوب في الدفتر. من شهرين؟ طب احنا من شهر واحد استوردنا قطع غيار جديدة، المفروض بقى ان قطع الغيار القديمة المستعملة تكون لسه موجودة، لان لسه ما اتعملش مزاد والشهرين لسه ما انتهوش زي ما انت قلت. يا باشا كلامك مظبوط، بس حصل حادثة سرقة صغيرة كده من 3 ايام. ايوه ما انا عارف، ومدير امن المجموعة كلمني وقلت له هاتوا البوليس واعملوا محضر وحصر المسروقات كلها. يا عطلة بيه، ما المسروقات اللي اتسرقت قطع غيار مستعملة. يا سلام، بالذمة اللي انت بتقوله ده منطقي؟ عايز تفهمني ان حرامي يهجم على مخزن كبير بالشكل ده ويجازف ويكسر حيطة عشان يسرق قطع غير مستعملة؟ انت ليه بتلف وتدور عليا؟ قول الحقيقة احسن لك. الحقيقة ان في قطع غيار جديدة بالقلب بتاعتها اتسرقت، وده حصل ليلة الفرح، وعشان كده ما حبيناش نقلب دماغ الحاج. كان نفسي يا استاذ فاروق الزيارة دي تيجي من حد منكم لما كان جمال الله يرحمه عايش. ما منوش داعي الكلام ده يا مدام رحمه. ويا ترى بقى ايه سبب الزياره المفاجئه دي؟ خير ان شاء الله. مش كده يا مدام رحمه، احنا لسه بينا حقوق ما خلصتش. حقوق؟ حقوق ايه اللي بتتكلم عليها؟ حقكم في الشقه اللي كانت باسم جمال وخدتوه، وحق الشرع اللي في الشقه سبته لكم مزاجي. عارف ليه؟ لاني ما كنتش هقدر ادخلها وجمال مش فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ايه؟ كنت بتزعقي ليه؟ ده انا سامع صوتك وانا طالع على السلم. الاساتذه يا بابا جايين بيقولوا ان هم ليهم حق عندي، مش عارفه ايه بقى الحق ده. جايز قصدهم خير وجايين يرجعوا الشقه. بص يا عم الحاج، بص يا مدام رحمه، مشاكل احنا ما بنحبش المشاكل، وكفايه قوي ان انت ضحكت علينا بحته الشقه وخبيت علينا الحته الكبيره. اولا انا ما اسمحلكش تكلمني بالاسلوب ده. وايه الحته الكبيره اللي بتتكلم عنها دي؟ ارض المصنع بتاعت العبور دي تسوى ملايين يا هانم. ارض العبور؟ طب مش قبل ما تيجوا تتعبوا نفسكم في المشوار ده كله كنتوا تعدوا على الشهر العقاري وتشوفوا الارض دي ايه وحكايتها ايه ومتسجله باسم مين؟ الارض زيها زي الشقه ملك المطحون، واحنا عارفين كده كويس،
وبعدين يا مدام انت لا عندك منه لا عيل ولا تيل ولا ايه يا حاج عبد الله؟ الحكايه مش حكايه عيل، الشقه وخدتوها عشان كانت باسم جمال، لكن الارض بتاعتي وبفلوسي ومتسجله باسمي في الشهر العقاري، يعني مالكوش عندي اي حاجه. يعني هتاخدي حاجه مش حقك يا ست رحمه؟ ده حقي تالت ومتلت، انتوا اللي عايزين تاخدوا حاجه مش من حقكم. حقك ده ايه؟ حقي في الشقه اللي انتوا قبلتوه على نفسكم وخدتوه، الشقه اللي تعبت فيها سنين انا وجمال، شقينا وتعبنا في الغربه عشان نعمل الشقه دي، وانتوا جيتوا على الجهاز وخدتوها. يا ريت بقى ما تضيعوش وقتكم اكتر من كده. عن اذنكم. يعني بتسيبنا قاعدين وبتمشي؟ اسمع يا فاروق، انت قاعد في بيت لي صاحب، ولما تتضايق من حاجه في البيت ده تتكلم معايا انا. بقول لك ايه يا حاج عبد الله، شكلكم كده قبلتوا على روحكم ومال اخويا. بقول لك ايه يا فاروق، انت وهو اتكلوا على الله، اتكلوا كده برضو حاج. طب ما تزعلش مني بقى من اللي انا هعمله. سلام. يلا يا ابني. شفت يا بابا هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ده حتى لما كان جمال رائد في المستشفى وبيموت مفكروش يجوا يطمنوا عليه، ودلوقتي جايين يطلبوا حق مش من حقه. هي نوع من البشر دول، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ادخل. اهلا يا ابو علي. مش انت قلتيلي قبل كده لو نعرف نخلي حد من عندنا من ضمن المرضى اللي بياخدهم رشاد لعيادته هنعرف تفاصيل اكتر؟ اكيد طبعا. طب اهو الملازم حسن نور الدين هو ده اللي هيدخلنا عند رشاد. ايوه بس يعني هيقدر يمثل دور المريض؟ اصلا اعرف ان ضباط الشرطه ليهم طله كده وطريقه معينه في الكلام، فاخاف لا ينكشف. متقلقيش، حسب ما بكره هيجيلكوا المستشفى لانه محتاج يكشف ويعمل شويه تحاليل طبيه، وطبعا ده راجل فقير ما حرتوش اي حاجه ولا هيقدر يدفع اي حاجه. المهم لما حضرتك تشوفيني في المستشفى تساعديني وانا عليا الباقي. اتفقنا؟ اتفقنا. ده انا كنت فاكره ان مرتبك اكبر من كده بكتير، بس اكيد بقى المكافئات بتعوضك. لا انا ما باخدش غير المرتب بس. بس احنا عندنا في الشركه نظام مكافئات، يعني يمكن في السنه مره لو الواحد خد مكافاه. ازاي الكلام ده؟ ده انت وظيفتك في منتهى الاهميه. يعني عشان طبيعه شغلي مع الحاج ما فيهاش لا سهر ولا اوفر تايم، ولو حصل مره والحاج اتاخر في المكتب يقول لي روح انت، على اساس ان انا لو قعدت شويه هاخد لي قرشين زياده. انت وضع غريب جدا، مع ان اللي اعرفه ان الحاج مش بخيل. ما قلتش بخيل، انا بقالي مع الحاج اكتر من 9 سنين سكرتيره الشخصي بما يرضي الله، ودايما كان يقول لي انا مش عايز اميزك على حد في المجموعه عشان ما حدش يتكلم عليك، هيتكلموا عليا يقولوا ايه. معقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما حدش يقدر يعرف حجم تعبي مع الحاج الا انا وهو، ويا ريته بيعمل زي ما بيقول، الاجره على قد التعب. المشكله دلوقتي مش في الحاج، الحاج نايم لا بيه ولا عليه. فعلا، وبكره ماجد وثابت يقعدوا مكانه ويعالم هيتصرفوا ازاي. بص يا عبد الحميد، احنا كل واحد دلوقتي بيدور على مصلحته، صح؟ صح. اللي زينا يهمهم ان مصلحتهم تبقى مع مصلحة الشغل، واللي هيحقق لنا ده احنا معاه.
انا افضل ان انا ابقى معاك يا نوح. لا يا استاذ عبد الحميد، غلط. المفروض ما يبقاش في بيني وبينك غير الشغل، وما نتكلمش في حاجه غير الشغل علشان نقدر نشوف مصلحتنا ونكسب كويس، ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت عندك طريقه ممكن تكسبيني بيها اكتر بكتير؟ طب ازاي؟ مشوش عليا يا استاذ عبد الحميد، تستعجلش قوي كده. انا ما كانش عندي مانع.